بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا الآن للتيشو أو الاستراكشر رقم 5 من مجموعة الاستراكشرز التي توجد elsewhere in the different body regions، وهي المسلز. المسلز دي اليونتس of the muscular tissue اللي لها الكونتراكتايل بروبرتي. التيشوز في جسم الانسان 4، الماسكولار تيشو وحداته اسمها المصل. المصل ده تيشو لها خاصية الانقباض. نوع المصل، المصلز هنقسمها لتايبس. نوع المصلز او انواع المصلز هنقسمها لتلات انواع وفقا لاربع اعتبارات. يبقى according to four considerations the muscles are classified as three types. الconsideration او الاعتبار الاول هو اعتبار اللوكيشن، المكان. location يعني site، يعني position، يعني situation. اربع مفردات تحمل نفس المعنى على حسب. الاعتبار الاول هو الاعتبار المكاني للعضلة. الاعتبار الثاني الشيب بتاع المصل سيل اللي الوحدة البنائية للعضلة نفسها. الاعتبار الثالث النيرف سبلاي الامداد العصبي. الاعتبار الرابع المود اوف اكشن اسلوب الانقباض العضلي. طيب وفقا للاربع اعتبارات ديت هنقسم العضلات لاربع انواع. النوع الاول اللي هو سموث ماسلز، التاني كاردياك مصل، التالت سكيليتال مصلز. تعالوا نتكلم عليهم واحد واحد ونبتدي اولا بالسموس مصلز. طيب السموس مصلز اللوكيشن بتاعها في جدران الانترنال فيسرا. انترنال يعني داخلي، وفيسرا جمع فيسكس يعني اعشاء. جسم الانسان ده لو تخيلنا انبوب محشي استراكشرز، فالاستراكشرز اللي بتحشي جسمنا من جوه يسموها فيسرا. والفيسرا في جسم الانسان نوعين، منها ما هو سوليد فيسرا. سوليد فيسرا يعني اعشاء مصمطه زي اللنج، زي الليفر، زي السبلين، زي الكدني، اعشاء ملهاش تجاويف. وفيها اعشاء اخرى مجوفه في صورة تيوبس. احنا الان بنتكلم على التيوبس. يبقى جدران الانترنال فيسرا يعني جدران الانترنال تيوبس. التيوبس في جسمنا من الداخل كتير، منها ما هو ريسبيراتوري تيوب، دايجستيف تيوب، يورينري تيوب، جينيتال تيوب او جينيتال تراكت. حتى البلاد فيزلز سواء كانت ارترز او فينز بنعرفها انها تيوبس، تيوبس شايله بلد. طب في الجدران، شايفين في الجدران هنا في جدران الانترنال فيسرا ده نموذج للانترنال فيسرا، دي لارج انتستين بس مفتوحه. في الجدران في هذا المكان هنجد سموث ماسلز، كذلك في جدران الاورده والشرايين. يبقى ده المكان. الشيب بتاع المصل سيل، شكل المصل سيل الواحده شكلها سبندل يعني مغزلي ومش مخططة، نون سترياتد. الامداد العصبي بتشتغل تحت تأثير الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي اللا ارادي، وهنتكلم عليه مع الاعصاب. فبالتالي هيكون المود اوف اكشن اسلوب الانقباض بتاعها انفولانتري. وده شكل مين؟ ده شكل المصل سيل، شكلها مغزلي زي ما احنا شايفين، سبندل ان شيب ومش مخططة، مفيش فيها خطوط عرضية. ده كان فكرة عن السموث ماسلز. ننتقل بعد كده للمصل التانية اللي هي الكاردياك مصل او عضلة القلب. الاربع اعتبارات بتاعتنا اللوكيشن، السايت، البوزيشن، السيتويشن. الاعتبار التاني الشيب، التالت النيرف سبلاي، الرابع المود اوف اكشن. اللوكيشن بنقول ان ذا وول اوف ذا هارت، وهذا هو الهارت. يبقى ده الهارت له جدار في جدار القلب. انا خدت جزء منه كده ورحت جاي مكبره،
بهذا الشكل كبرته، لقيت ان جدار القلب مكون من ايه؟ من عدد من الطبقات. الطبقة العضلية السميكة اللي احنا شايفينها دهيت هي ديت الكاردياك ماسل، اما اللي جوه دي بطانة داخلية، ومن بره ده غطاء خارجي للقلب، ده غطاء القلب من الخارج اللي اسمه البريكارديوم او غشاء التامور. انما ده كان البطانة الداخلية اللي اسمها اندوكارديوم. اما البالك الكبير السكنس الكبير بتاع عضلة القلب هو نفسه مين؟ هو نفسه مكون من الكاردياك مصل. طيب تعالوا نشوف الايه الجزء، احنا قلنا المكان في عضلة في القلب، في عضلة القلب في الوول اوف ذا هارت، في جدار القلب. طيب بالنسبة للشيب بتاع المصل فايبر، الشيب اوف ذا مصل فايبر، لما نيجي ناخد اما نيجي ننظر الى الرسمه ديت هنجد ان العضله القلبيه مكونه من حزم زي ما احنا شايفين، دي حزمه ودي حزمه تانية وثالثه ورابعه وخمسه حزم. الحزم دي بيسموها باندلز. الباندل زي ما احنا شايفين اهي، الباندل دي قاعده عباره عن سلندريكال، اسطوانيه الشكل، قاعده اسطوانيه ومتراصه جنب بعضها ماشيه متوازيه. لما نيجي نشوف خدنا جزء كده وكبرناه اهو، اهو شايفين ايه؟ ادي عباره عن حزم سلندريكال ان شيب. الحزم دي بتعمل شكل عجيب قوي. تعالوا نبص هنا، الحزم دي بتتفرع وتتشابك، تتفرع وتتشابك، ثم نجد فيها خطوط عرضيه ترانسفيرس ستريشنز. طب نشوف هنا في الرسمه ديت، ادي الحزم اهي، البندلز برانش اي برانش اند يونايت. الحزمه دي اتفرعت لفرع، والحزمه دي اتفرعت لفرع، وكل من الفرعين اتحدوا مع بعض ورجعت اتفرعت تاني، وكل فرع اتحد مع الفرع بتاع الحزمه اللي جنبيه. هذا المود اوف برانشنج اند يونيون اللي هو التفرع والاتحاد كاركترستيك جدا لعضله القلب، وده من احد الاسباب اللي بيعطيها القوه الغير طبيعيه بالاضافه الى اسباب اخرى. تحت الميكروسكوب هنجد انها ايه؟ انها فيها خطوط، خطوط عرضيه بيسموه ترانسفيرس استريشن. النيرف سبلاي اوف ذا كاردياك ماسل اوتونوميك نيرفس سيستم، جهاز عصبي اللا ارادي، ونعرفه بعد كده بالتفصيل. والمود اوف اكشن انفولنتري، بتشتغل رغما عن ارادتنا، يعني بلا ارادتنا. ندخل بعد كده على العضلة المهمة أو النوع الثالث من العضلات اللي يهمنا احنا إلى حد كبير، اللي هو السكليتال مصل. السكليتال نسبة إلى السكليتون، يبقى العضلات الهيكلية، يبقى من اسمها إنها مكانها قاعدة اتاتشد تو ذا سكليتون. ده نموذج للسكليتون بتاع الأبر لم، دي كانت عظمة السكابيلا وعظمة الهيومرس والريديس والأنا قاطعينهم، ودي إحدى العضلات اللي كانت بتمتد عبر هذا النموذج من الإسكابيولا حتى الريديس والأنا، عضلة اسمها البايسبس فيمورس، البايسبس براكياي، إحدى عضلات الأبر لمب، العضلة ذات الرأسين. ده نموذج من العضلات الهيكلية، أدي هي متصلة بالإسكيلتون. ده كان اللوكيشن، ده البوزيشن سيتويشن بتاعها. طب الشيب، الشيب شكل المصل فايبر، شكل المصل فايبر عبارة عن حزم متوازية سيلندريكال باندلز، حزم اسطوانية متوازية لا تتفرع ولا تتحد، وبها ترانسفيرس استريشنز. ده تحت الميكروسكوب. تاخد نيرف سبلاي من سوماتيك نيرف سيستم، على عكس الاثنين اللي فاتهم. سوماتيك نيرف سيستم اللي هو الجهاز العصبي الارادي، وهنتكلم عليه مع النيرفز، وبتشتغل كفولنتري، الاكشن مود اوف اكشن بتاعها فولنتري. طيب الملحوظه دي، زي ما اتكلمنا على السكليتال ماسل الكاردياك ماسل، هنقول ان السكليتال ماسل اللي زي دهيت مكونه من حزم، الحزم دي سموها باندلز، ادي الباندلز اهي، كل باندل من دول لو خدت واحده وشدتها وفحصتها هي مكونه من عدد كبير جدا من الاف الفايبرز الالياف، وكل ليفة عبارة عن سلسلة متصلة من المصل سيلز. ده كان مين؟ ده كان شكل السكليتال مصل. طيب السلندريكال باندلز دي قاعدة متوازية، ايه متوازية مع بعضها، لكنها لا تتفرع
ولا تتحد زي ما احنا شايفين. يبقى سلندكال باندلز نايزر برانش نور يونايت، لا تتحد لا تتفرع ولا تتحد، لكن زيها زي عضلة القلب بترانسفيرس استرياشنز. طيب العضلات الهيكلية في جسم الإنسان، العضلات اللي كانت بتاخد نيرف سبلاي من الجهاز العصبي الأراضي السوماتيك نيرف سيستم، واللي كان الأكشن بتاعها فولنتري، يبلغ عدد العضلات الموزعة على الأكزيال سكيلتون والأبنديكولار سكيلتون يبلغ عددهم حوالي 433 عضلة. طيب معنى كده احنا هندرسهم على سنتين، فاحنا لازم ناخد فكره كويسه عن العضلات دي المسؤوله عن حركتنا، عن الحركه الفولنتري، عن نشاطنا اليومي الديلي اكتيفيتي، دي بتشتغل بارادتي، فالعضلات دي تهمة لازم اخدها بتفصيل شويه. من تفصيلات السكيليتال ماسلز عايزين نشوف اشكال المسل فايبر داخل السكيليتال ماسل. انا لو رجعت للشريحه اللي فاتت افكركم بالجمله الخطيره ديت، بنقول ان كل سكيليتال ماسل، كل عضله زي العضله دي مثلا على سبيل المثال، لما اجي اخدها كده واقطعها بالنص اعمل فيها كروس سيكشن، هنجد ان العضله دي بتتكون من عدد كبير من الباندلز. ادي الحزمه اهي، دي باندل، باندل يعني حزمه، دي باندل ودي باندل ودي باندل. هذه الباندلز لو انا شديت واحدة منها وفحصتها هتتكون من وحدات اقل في الحجم اسمها مصل فايبر، اللي هي زي دي، يبقى دي المصل فايبرز، دي باندل، جوه كل باندل مصل فايبر، وكل مصل فايبر عبارة عن مصل سل او سلسلة من الخلايا المتراصة والمترابطة اسمها المصل سيل. طب عايزين نشوف المصل فايبر داخل البندل داخل السكليتا مصل شكلها ايه، الشيب بتاعها بتاخد لها تلات اشكال. الشكل الاول ان المصل فايبرز تمشي في خطوط متوازية بيسموها البارلل تايب، يبقى المصل فايبر في الحالة دي لاي بارلل، قاعدة متوازية مع بعضها، بس بتاخد الاشكال الاتيه. ادي مثلا نموذج اهي، شايفين المصل فايبر ماشيه موازيه لبعضها، ممكن تاخد شكل من الثلاث اشكال دي. النوع الاول اسمه ستراب لايك، ستراب لايك بيبقى البارلل فايبرز واخده شكل الحبل او الروب، زي العضله دي كده واخده شكل حبل، بيسموها الحبليه، زي عضله احدى العضلات اللي اسمها السرتوريس، احدى عضلات اللور لم، او اما النوع الثاني بتكون العضلات فيها واخدة شكل كوادريلاترال، مربعة أو مستطيلة، يبقى المصل فايبرز لها إيه؟ إيكوال ليمز، ضلعين هنا متساويين وضلعين هنا متساويين، زي إحدى العضلات اللي اسمها كوادريتاس فيموريس من عضلات اللور ليم. النوع التالت بتبقى فيوزي فورم، المصل فايبرز واخدة شكل مغزلي، تبقى سبندل شيب، زي احدى عضلات اللو الفوت والهاند اللي اسمها لامبريكال مصل. ده كان الشكل الاول من اشكال او الفورمز اوف ذا مصل فايبرز انسايد ذا مصل باندل انسايد ذا سكيليتال مصل. النوع الثاني اسمه تريانجولار، هنجد المصل فايبرز لها منبت واحد او لها نهايه واحده، لكنها تمشي في شكل الشكل بتاعها ده بيكون مثلث، طيب او فان شيب، زي عضلة اسمها تيمبوراليز من احدى عضلات الهيد اند نيك. طيب النوع التالت اللي هو نوع المصل فايبر مترتبة في شكل رياشي، شكل الريشة، فبيسموها البنيت تايب. ايه البنيت تايب؟ البنيت او شكل الريشة، احنا لو بصينا للريشة هنجد ان الريشة ديت عبارة عن وتر في النص والخيوط قاعدة على الجنبين. في النوع الريشي او البنيت هنجد ان المصل فايبرز قاعدة على جانبي التندونز ان افيزر شيب، فيزر يعني شكل الريشة، ودي هنقسمها للانواع الاتية. النوع الاول اسمه يوني بنيت، يعني احاد الريش، يعني وتر العضلة، هتلاقيه ماشي في جانب
والالياف العضليه الماسل فايبرز قاعده على جانب تاني، ده ماشي في النص الوتر، لكن الالياف قاعده على وان سايد، فبيسموها يوني بالنيت وعادي الريش، زي احدى عضلات الابر لمب في الهاند او في الفور ارم والهاند، اسمها فليكسور بوليسز لونجس. مش مهم الاسم دلوقتي، لكن نقول احدى عضلات مين؟ احدى عضلات الابر لم. يبقى الاحادي الريش او اليوني بالنيت. النوع الثاني اسمه باي بالنيت، اللي هو مزدوج الريش، بيكون الوتر التندون وتر العضله ماشي في النص، والالياف العضليه الالياف قاعده على الجنبين اتنين، ماسكه في الوتر من على الجنبين، شكل الريشه الكامله. زي مين؟ زي احدى عضلات اللور لمب اسمها تيبياليس بوستيريور، وزي بعض من عضلات الفوت والهاند اللي اسمها الانتر اوسيال. النوع الثالث اسمه مالتي بالنيت او متعدد الريش. متعدد الريش يعني متعدد الاوتار، وحوالين كل وتر هنجد مين؟ حوالين كل وتر هنجد الالياف مترصصه على الجنبين الاثنين. ده بيسموه المتعدد الريش، زي العضلة الشهيرة لعضلة الكتف المدورة اللي اسمها الدلتويد. هناك النوع الرابع اسمه سيركمبنيت عضلة الباراشوت، بيبقى فيها الأوتار مش قاعدة مفرودة كده، لا قاعدة مع بعضها واخدة شكل الباراشوت زي ما احنا شايفين، يعني شايف الأوتار عاملة ازاي، واخدة شكل دائري، في بيسموها سيركمبنيت. سيركم جاي من سيركل يعني دائري، بالنيت يعني ريشي، الريشي الدائري، يبقى فيه عبارة عن أوتار عديدة بس واخدة شكل دائري ان سيركولار فورم، زي عضلة التبيالز انتيريور، احدى عظام احدى عضلات اللور لم. تعالوا نشوف اجزاء الاسكليت المصل. تتكون الاسكليت المصل الواحدة من 3 اجزاء. الجزء الاول هو البداية، المنبت، المنبت بتاعها اللي بيسموه الاوريجين. دايما الاوريجين هو الجزء القريب، القريب منين؟ القريب من مركز الطرف اللي قاعدة فيه العضلة، يعني الذراع البروكسيمال بارت اللي هو الجزء اللي عند الكتف. بالنسبة لللور لمب الروت بتاعه او المنبت بتاعه بيبقى الجزء اللي قاعد فين؟ اللي قاعد عند الحوض. طيب الاوريجين هو الجزء القريب من مركز او من جدر اللمب. الجزء ده دايما بيكون بروكسيمال وبيكون فيكسد ثابت، ده في معظم الاحوال، لانه في احوال قليله جدا ممكن نجده هو المتحرك، لكن الاصل الثابت الطبيعي اللي هقيس عليه ان الاوريجين هو البروكسيمال اند فيكسد بارت، دي القاعده، والقاعده هي اللي بيقاس عليها. اما نهايه العضله اللي بتمسك في عظمه تانية اسمها الانسيرشن، وده الجزء بيكون الديستال يعني البعيد، البعيد عن مين؟ البعيد عن الروت اوف ذا لمب، وبيكون موفابل متحرك. اما الجزء اللي في النص فهو منتفخ كالكرش، والكرش يقال عليه بيلي، فعلشان كده يسمى الجزء ده الكرشي او البيلي، ده الانترميديت فليشي بارت اللي هو البيلي. كل من الاوريجين او الانسيرشن بياخد شكل من الاشكال الاتية، اما ان يكون تندون، تندون يعني وتري الشكل، وتر يعني جزء ملفوف من كولاجين فايبر واخده شكل حبل قوي متين اسمه تندون، او ممكن يكون شريط عريض، هذا الشريط العريض بيسموه الابونيوروسيس. يبقى كل من الاوريجين او الانسيرشن بياخد شكل من الاشكال الاتيه، يا تندون يا ابونيوروسيس. دي كانت اجزاء الاسكليت المصري. كيف تنقبض العضلات؟ المود اوف ماسل اكشن. المود اوف ماسل اكشن يعني ايه؟ يعني حاله العضله اثناء الانقباض، الحاله المزاجيه للعضله اثناء الانقباض بتاعها. حاله العضله اثناء الانقباض واحده من اتنين، اما انها تكون في حاله ايزوتونيك او في حاله ايزومتريك. يعني ايه ايزوتونيك وايزومتريك؟ ايزوتونيك يعني العضله بتنقبض كويس، طولها يقصر، وبتؤدي وظيفة مفهومة، وظيفة شايفينها
وظيفة نافعة، زي لما برفع كوباية شاي بكف يدي بإيدي واحطها على بقي، بشيل كوباية الشاي من على الطاولة واحركها في اتجاه بقي، فالعضلة هنا انقبضت وعملت حركة ملحوظة مرئية ذات هدف ذات مغزى كل الناس شايفاها، بيسموا ده ايزوتونيك كونتراكشن. يبقى ذا ماسل كونتراكتس، اللينس بتاعها بيحصل له شورتنينج، بتقصر وبتؤدي او بتحدث بيربسفول موفمنت، زي اثناء ليفتنج ان اوبجكت، برفع يعني شيء ما من مكان. النوع الثاني او الحاله الثانيه اللي بتكون عليها العضله اثناء الانقباض اسمها ايزومتريك كونتراكشن. يعني ايه ايزومتريك كونتراكشن؟ يعني العضله بتنقبض، بس بتنقبض واقفه في مكانها، لا طورها يقصر ولا يبان ان انا رفعت حاجه. زي ايه؟ زي وانا ماشي شايل شنطه خضار، العضله فيها عضلات ايدي منقبضه، فالمصل كونتراكتس لكنها لم تقصر، ات نايزر شورتن، لا تقصر ولا تحدث موفمنت مفهومه، زي كارينج شايل شنطه، شايل كيس وماشي بيه، انا قابض بايدي عليه. العضله هنا هو عضلات اللي بتتحكم في قبضه يدي منقبضه، لكنها العضله ما اصرتش ولا حدثت حركه ظاهره. يبقى الاولانيه بيبقى فيه ليفتنج رفع اوبجكت، الثانيه اللي ايزوتونيك فيها كارينج زي بحمل شنطه وماشي بيها. انواع المسل كونتراكشن او المسل اكشن خمسه. العضله النوع الاول من الكونتراكشن بيسموه البرايم موفر. يعني ايه البرايم موفر؟ البرايم موفر يعني ده وصف للعضله اللي هتبتدي الاكشن بتاع حركه معينه، بيسموها اول عضله تحدث الاكشن. يبقى دي البرنسبل ماسل ذات از ريسبونسبل فور سيرتن موفمنت، يعني اول عضله تشتغل وتعمل حركه معينه. يعني لما اتني مفصل الكوع، اول عضله هتبتدي تتني المفصل يسموها برايم موفر. خلاص. طيب النوع الثاني اسمه انتاجونست، العضله اللي في ظهر الكوع بتعمل اكشن مخالف. يعني انا بدل ما تتني الكوع يكون وظيفتها تفرد الكوع، يبقى العضله اللي هتفرد الكوع وتعمل اكشن مخالف للاكشن بتاع البرايم موفر، مخالف في الاتجاه في الدايركشن، يسموه انتاجونست او المضاده. طيب في عضلات اسمها الفيكسيتور المثبته. المثبته ديت عضله كل دورها دي عامل زي السنيد، عارفين عامل ايه؟ عامله زي ايه بالظبط كده؟ زي واحد مطرب بيغني ومعاه الكرار بيردد وراه، دول بيسندوه، او زي الهتيفه اللي بيهتفوا للمطرب وهو بيغني علشان يسخنوه عشان يشجعوه. دي عضله كل دورها انها تثبت الاوريجن بتاع البرايم موفر اثناء ما بتشتغل. يعني مثلا البرايم موفر اللي بترفع الكتف بتاعي، الكتف بتاعي ده بتتحكم فيه عضلات ترفعه. الكتف بتاعي ده اثناء ما بيتحرك العضلات اللي بترفعه ماسكه في عظمه لوح الكتف، العظمه دي متثبته في الترنك، لو مش متثبته كويس هتاخد الاسكابلا وتمشي بيها بره. فاذا لابد ان الاسكابلا تكون ثابته. مين اللي بيثبتها؟ عضله اخرى، عضله اخرى مساعده سنيده بتسند بتثبت الاسكابلا على سبيل المثال علشان البرايم موفر ترفع من الاسكابلا. يبقى المصل ديت ات اكس وظيفتها، كل وظيفتها تثبت الاوريجن بتاع البرايم موفر عشان تعمل الاكشن بتاعها. طب في بعد كده عضله اسمها سينرجست. سينرجست ديت العضله اللي بتمنع unwanted movement. يعني ايه unwanted movement؟ يعني افترض العضلات البرايم موفرز اللي بتتني صوابع ايدي، صوابع الكف بتاعي، اثناء تني الصوابع لا اراديا لازم اتني مفصل الرسغ. طب انا مش عايز اتني الرسغ، انا عايز اتني الصوابع بس، فلابد من وجود عضله تساعد البرايم موفر انها تمنع حركه تني الرسغ. وحركه تاني الرسغ ديت unwanted movement، حركه انا مش عايزها،
انا مش عايز اتني رسغي اثناء ما اني بلاعب صوابعي، انا قاعد بحرك صوابعي مش عايز اتني الرسغ. اللي بيلاعب صوابعي اسمها البرايم موفر، اللي بيتني الرسغ هي نفسها البرايم موفر بس مش عايزها. فنجد ان في عضله تتدخل، العضله اللي بتتدخل ديت دي عضلات اخرى غير البرايم موفر تمنع الانوانتد موفمنت اللي ممكن تحدث نتيجه الكونتراكشن بتاع البرايم موفر. واخيرا النوع الخامس اللي اسمه البارادوكسيكال اكشن. بارادوكسيكال اكشن، الاكشن المقلوب. مقلوب ازاي؟ يعني العضله البرايم موفر بتتني مفصل الكوع عشان اشرب كوبايه الشاي، لقيت كوبايه الشاي سخنه وبقوم جاي مرجعها تاني بنفس العضله، يبقى العضله اللي تانيت مفصل الكوع فردت مفصل الكوع، يبقى اديت الاكشن وعكسه في اللي اسمه بارادوكسيكال اكشن اللي بتعمل ديفينيت موفمنت ان سيرتن كونديشن وتعمل الريفرسال موفمنت في كونديشن اخرى. يعني بشرب كوبايه الشاي بتني مفصل الكوع لقيتها سخنه بنزلها تاني بنفس العضله اللي تانت هي نفسها العضله اللي تفرد الكوع.